حدث اليوم. نتحدث في هذه الوقفة التحليلية عن التحديات التي تواجه الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، على رأسها تهدئة الشارع الغاضب من نظام يندد به إلى اليوم وإرجاع الثقة لنفوس الجزائريين الذين يحلمون برؤية بلادهم على طريق تطور حقيقي. تحد آخر، تطهير الاقتصاد من الفساد، وللجزائر دور في محيطها الإقليمي كذلك. هنا أيضا التحديات كبيرة، الإرهاب، الجريمة المنظمة وغيرها من المخاطر التي نتحدث عنها في هذه الوقفة معك الأستاذ رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف. هل يمكن القول اليوم إن الجزائر يعني فتحت صفحة سياسية جديدة؟ طبعا أنا كتبت كتابي نهاية زمن بوتفليقة، صراعات النخب السياسية والعسكرية في الجزائر، نشر في 6 أفريل وتحدثت عن 2 و3 أفريل، لأنه اكتملت 3 عناصر للثورة، للحالة الثورية، وهي راديكالية المعارضة الشعبية ومطالبتها برحل النظام أي بوتفليقة وجماعته بدل إصلاحه. 2، انقسام النخب الحاكمة والكثيرون حاول القفز من مركب بوتفليقة وهو يغرق على رأسهم ويحيى ومشارب وغيرهم وسلال. 3، موقف الجيش، لابد من حياد الجيش أو تخليه عن النظام. الجيش الجزائري 2 أفريل أصدر بيانا شديد اللهجة ضد من أسماء العصابة، وبعد ساعات استقال بوتفليقة. هذا التفكير التاريخي حتى نرى أنه ثم الآن قطيعة بناء جديد رغم تواصل الحمى الثورية، وهي ظاهرة طبيعية في الثورات. في فرنسا تواصلت حوالي 100 سنة، في تونس متواصلة إلى حد الآن، بمعنى الشارع يتعود على التظاهر ويتلذذ بذلك ويواصل لأنه لديه ثقة في نفسه. بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون، طبعا كان قد قام بتجربة وزير أول، يعني مسؤول سياسي رفيع المستوى، واصطدم بالفساد، لم يبقى إلا أشهر قليلة وتمت إقالته من طرف سعيد بوتفليقة ومحيطه، باعتباره اصطدم مع رؤوس الأموال الفاسدة التي هي اليوم في الواقع تقبع في السجن وتحاكم على جرائمها الاقتصادية. إذن معركة الفساد سبق للرجل وانخاضها تحت نظام بوتفليقة، لكن كلفته ماذا؟ كلفته الإقالة والعزل السياسي، يعود عبر صناديق الانتخابات. طبعا عنده وعود كثيرة جدا في المستوى الاقتصادي والاجتماعي الأخير. لا ننسى أيضا أن النظام السياسي الجزائري لحد الآن هو نظام رئاسي، بل أكاد أقول نظام رئاسي مطلق، على عكس مثلا النظام السياسي التونسي الذي هو أكثر برلماني منه رئاسي. رئيس دولة في تونس صلاحياته فقط في الخارجي والدفاع، لكن صلاحيات رئيس الدولة في الجزائر هائلة وهائلة جدا، وخاصة مع دستور الرئيس المقلوع عبد العزيز بوتفليقة أصبحت صلاحيات بصلاحيات إمبراطور، صلاحيات الملك مطلق. إذن عبد المجيد تبون وعد أيضا بتعديل الدستور، بمعنى التخفيف من صلاحيات رئيس الدولة. نعم، هل يمكن أن يتضمن ذلك تحديد عدد عهدات الرئيس؟ بالضبط، هذا الاقتراح هو أن تتجدد وعدة واحدة وليس ولايتين. وعلى فكرة الأخوة الجزائريين يستخدمون دائما عهدة، ثم من يقول في اللغة العربية الأفضل ولاية، يعني ولايتين. نعرف أن مثلا في أمريكا، وهذا ليس دستور الأمريكي، لكن تعود رؤساء الأمريكيون وهو نظام رئاسي مطلق على ولايتين فقط، مرة أولى تجدد لا للثالثة. طبعا هذا كان الدستور الجزائري، لكن بوتفليقة قام بتعديل الدستور بما يتماشى مع مصالحه الخاصة، وتم التمديد إلى ثالثة ورابعة ورادة حتى الخامسة. نعم، الدستور حسب رأيي سيعدل إلى ولايتين فقط. ماذا عن أزمة الثقة أستاذ رياض الصيداوي؟ كيف يمكن للرئيس الجديد أن يستقطب ثقة الجزائريين كلهم؟ طبعا الثقة تبنى بالفعل، بالسلوك، بالإجراءات، بالقوانين الجديدة، وبمحاكمة الفاسدين، وبهذا العمل اليومي. صحيح الثقة لن تبنى في 24 ساعة، ثم من صوت له وانتخبه ونجح ب 58% على نسبة مشاركة، يعني حوالي 42%، لكن أيضا ثم من لم ينتخب وثم من لم يصوت له. إذن عملية الثقة ستبنى شيئا فشيئا، لأن ثم حذر دائما من السلطة. الحراك طبعا نجح في إسقاط بوتفليقة حينما كان شعاره شعب جيش خاوة خاوة، أي أن المؤسسة العسكرية لعبت دورا في إسقاط نظام بوتفليقة
ومحيطه، هذه الثقة ستبنى بالأفعال بالسلوك وتدريجيا حتى تكبر كرة الثلج. والآن ثم هذا الحراك بمعنى هذه المظاهرات، هي في الواقع نوع من الضمير، نوع من الضمير، نوع من الضغط أيضا على السياسي، مثل ما يحدث في تونس إلى حد الآن. ثم مظاهرات في بعض الأحيان يومية، وفي بعض في العاصمة أسبوعية كل أربعاء، دائما حتى تذكر السلطة أنها ليست مطلق الآن، وأنما ثم من ينتقدها وثم من ينزل إلى الشارع ليقول لا. نعم. ما هو البرنامج أو الفكرة السياسية التي تكونت في الشارع خلال هذه الأشهر التي سبقت هذه الانتخابات الرئاسية؟ طبعا إسقاط كما قلت كان الشعار قوي، وشعب جيش خاوة، وتوفرت لي العوامل الثلاثة لإسقاط حكم بوتفليقة. أنا في 22 فبراير فيفري الماضي كتبت على فيسبوك أن زمن بوتفليقة انتهى، والسعيد سيدخل السجن، وهذه المجموعة ستدخل الكثير، يعني فوجئوا كيف تسرعت وإلى وصلت، لأنه عندي منهجية علمية دقيقة جدا طبقت على الربيع العربي الموجة الأولى وعلى الموجة الثانية، وأعرف تقنيا ما الذي يجعل نظام يبقى أو نظام يسقط. إذن حدث هذا الانسجام الثلاثي الذي أسقط نظام بوتفليقة، لكن طبعا جزء من الحراك ازداد راديكالية مع الزمن، وزادت مطالبه، وفي بعض الأحيان مطالب غير إجرائية غير قابلة للتطبيق، من نوع ما دولة مدنية ماشي عسكرية، سندخل في مواضيع فلسفية في موقع الجيش والمؤسسة العسكرية في التاريخ الجزائري ودورة في بناء الدولة حينما خرجت فرنسا. لكن حسب رأي ثم أيضا اتجاه للشباب، وعد أنه سيكون هناك وزراء عمرهم 26 و27 سنة. نحن نعرف أن الدول العربية من يحكمنا كبار السن، يعني شيوخ، وفي نفس الوقت 70% من المجتمعات العربية هي شباب. لهذا التناقض أيضا يفسر سوسيولوجيا وانتروبولوجيا، وهو أن الثقافة العربية الإسلامية دائما تقدر وتعطي وضعية خاصة للكبير في العمر، على عكس مثلا في أوروبا فقط مركزك الاجتماعي والمالي والذي يحدد أهميتك. لهذا نجد زعماء صغار السن في أوروبا على دول ذات شيخوخة، والعكس في الدول العربية. إذن فتح الأبواب للشباب وتفاوض مع الحراك، يعني عبد المجيد بوتبون هو موجود الآن بفضل الحراك، لا ننسى ذلك، ومد يدي الحراك، أريد أن أتفاوض معكم باعتبار أن هذا الحراك هو الذي حرك الأمور، وهو الذي غير المشهد السياسي في الجزائر، وهو الذي أوصل الرئيس عبد المجيد بوتبون نفسه إلى سدة الحكم. إذن الحراك يبقى حجر أساسي في هذا البناء، التفاوض معه، فهم مطالبه العميقة الاجتماعية الاقتصادية، صراع الأجيال إلى آخره، حتى تمر الجزائر طبعا إلى دولة مؤسسات وتترسخ فيها الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي. نعم. طيب، هناك أيضا حديث عن محاربة الفساد، وهو ليس مجرد حديث، هناك يعني شخصيات عليا لم نكن نتصور يوما أنها ستمس بسوء، وهي اليوم وراء القضبان. هذا المسار، مسار محاربة الفساد، لابد أن يرتبط كذلك باسترجاع أموال منهوبة هي اليوم في الخارج. هل هناك مساعي؟ هل ستكون هناك مساعي وأنت الذي تحب الاستشراف أستاذ رياض، لمطالبة محاسبة الدول في أوروبا مثلا التي قبلت بإيواء أملاك هؤلاء؟ العملية ستحدث طبعا، ستحدث مثل ما حدثت في تونس بعد الثورة التونسية، لكن أيضا المسألة تقنيا صعبة نوعا ما. عندنا التجربة التونسية في استرجاع أموال بن علي والطرابلسية لم تكن سهلة. أول شيء يجب لك أن تكون لك ملفات قوية وتكون لك فعلا أرقام حقيقية، ومن يهرب أمواله ويضعها في الخارج يأخذ كل الاحتياطات اللازمة الاستخباراتية لتأمين نفسه. في بعض الأحيان يضع أمواله ليس باسم الخاص وإنما باسم أقربائه أو أصدقائه حتى يتجنب المسالة. ستقوم الدولة الجزائرية بهذه المساعي، لكن أيضا نعلم أن الكثير من الدول الأوروبية ومنها سويسرا حيث أحدثكم الآن، بنوكها لديها حصانة، لديها حماية أيضا قانونية. في بعض الأحيان القضايا استرجاع الأموال مع البنوك السويسرية قد تأخذ 10 سنوات حتى تصل إلى نتيجة ما، لأن هذه البنوك أيضا حتى تغري رجال وأعمال من دول العالم الثالث التي يعني
بأموالهم إليها تقوم بنوع من التعقيدات القانونية والحصانة وبنوع من الحماية، لكن جدية المطالب بأمواله ماذا حق وراءه مطالب، جدية المطالب وسعيه وفهمه لآليات البنوك الأجنبية خاصة الأوروبية وأن تكون له شركات محاماة قوية حسب رأي قادر على استرجاع الكثير والكثير من هذه الأموال المنهوبة من شعوب تعاني الفقر، بينما شخصيات معدودة تعاني الثراء الفاحش بفضل ما استولت عليه من ثروات سواء كان في عهد مبارك أو في عهد بن علي أو في عهد بوتفليقة. نعم، من جنيف كنت معنا الأستاذ رياض الصيداوي في هذه الوقفة التحليلية التي أشكرك عليها، وبها ننهي مشاهدينا الأعزاء هذه أو هذا البث الإخباري المباشر. نعود إليكم بعد حين.